بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دالة جديدة، فانكشن جديد من دوال البحث، دوال البحث اللوكاب فانكشن. احنا عايزين الجدول اللي قدامنا ده اللي فيه حوالي 20 موظف، بياناتهم دي كلها عن شهر مارس 2022. ده اسم الموظف وده كود الموظف، الوظيفة، المرتب، التقييم، الحضور والغياب والمكافآت والبدلات والخصومات، وفي الآخر إجمالي المرتب والتقييم بتاعه. لما هاجي هنا في الشيت التاني، أنا عايز هنا لما أجي أكتب واحد من الأكواد دي بتاعت كل موظف يتكتب لي بقية بياناته دي. الجدول اللي قدامي صغير، فانت ممكن تقول وايه لازمتها، ما انا شايف كل حاجة هنا. ما الجدول يكون اكبر من كده فالدوال البحث بتبقى مهمة جدا. طيب انا هاجي هنا هضيف اول كود. اول كود يخص الموظف اللي اسمه روان احمد شهاب. انا عايز هنا اول ما الدالة تجيب لي على طول هنا اسم الايه الموظف، وبعدين وظيفة الموظف وهكذا. طيب الريكورد اللي فوق دوت في نفس الفيلدز بتاعت المثال بتاعنا هنا، كود الموظف لغاية التقييم، ده الكولوم الاولاني والتاني والتالت والرابع. طيب لو جينا وقفنا هنا وكتبنا بايدينا 1 2 وسحبنا كده، فاحنا عرفنا كل من دول هو في المثال الاساسي بتاعنا هو الكولوم رقم كام. يبقى الكود هو الكولوم رقم 1. طيب انا ببحث vertical، يعني ايه vertical؟ رأسي. يعني هنا ببحث عن كود الموظف، عن اسم، من خلال كود الموظف يجيب لي اسم الموظف. انا ما ببحث بالعرض كده، انا ببحث بالطول، لان بكتب هنا فبيجيب لي اسم الموظف. ودايما اللي انت بتبحث بيه، الاداة اللي انت بتبحث بيها تكون قبل اللي انت عايزها. يعني انا دلوقتي ببحث من خلال الاي دي، ما يبقاش انا عايز، يعني مثلا لو انا ببحث باسم الموظف مش هقول له دور لي على كود الموظف، لازم تكون على شماله كده، والعكس الناحية التانية لو انا مغيرت الشيت اوبشن الدايركشن ليفت تو رايت ورايت تو ليفت، يبقى اللي انا بدور عليه يبقى على يمين او على الشمال. يبقى هنا انا في الحالة دي هيبقى على اليمين، ما ينفعش ابحث عن حاجة قبل الكود، على يمين الكود يبقى هبحث كله على شمال الكود، والعكس لو الاتجاه مختلف. وديت مشكلة في دالة في لوك اب، ان هي بتبحث عن الحاجة اللي الاول كده، يبقى ايه الاتجاه من ناحية الشمال لليمين. لو الشيت بتاعنا كان العكس كان هيبقى لازم الكود دوت على الشمال واحنا بنبحث على اللي في اليمين. طيب تعالى نبحث كده الدالة اللي هتجيب لنا اسم الموظف، اسمها ايه؟ في لوك اب. في لوك اب تمام. ايه المعلومات اللي المفروض انا اديها للدالة عشان تديني قيمة البحث مظبوطة؟ اول حاجة حضرتك بتدور بايه؟ بالكود ده تمام. بما اني هدور في بالكود دوت تمام عن كل البيانات ديت، فانا باستمرار عايزه ادور بالكود، فثبت ب5. طيب التيبل اري اللي هو الداتابيس بتاعتنا اللي موجودة في الشيت التاني كلها كده، كل الداتابيس بتاعتي ديت وثبتها تمام. ثبتنا الداتابيس اهي، اتاكد ان انا هنا مثبتها كلها. جميل. طيب حضرتك لما هتدور بكود الموظف اللي هو في الريكورد رقم 1، اسم الموظف في الريكورد رقم كام؟ رقم 2، الكولوم رقم 2.
انا مش هكتب هنا 2 لان انا مش هقعد اكتبها كذا مرة، انا هختار اللي انا كتبتها فوق اللي هي رقم 2. طيب بص، هو لوحده جاب لي الاسم، بس في حاجة هنا انت بتدور بالرينج لوك اب. لو انا اخترت ترو يبقى انا محتاج قيمة تقريبية، لو انا اخترت فولس يبقى انا بختار قيمة ثابتة، هي exactly match، انا عايز القيمة بالظبط، ما تدورش على حد، انا هنا بدور بالقيمة بالظبط. الكود ده مش بتاع غير موظف واحد، يبقى انا هكتب له فولس اللي هي زيرو واقول له اوكي. فبص هنا الريكورد ده يخص مين؟ روان. لو سحبنا كده وتحركنا الدالة بتاعتنا اشتغلت وكل البيانات مظبوطة الحمد لله. نرجع كده نشوف روان القبض بتاعها كام؟ 2973، 2974 اللي هي طبعا متقربة عن القيمة دي. طيب تعال نغير هنا الريكورد ونختار موظف تاني وليكن الموظف الأخير. اختار الموظف الأخير، أول ما اخترت الموظف الأخير بياناته كلها اتغيرت، اللي هي مين؟ عبد العزيز محمود شغال في السكرتارية، وإجمالي المرتب بتاعه 3173. عبد العزيز محمود سكرتارية 3173. دي كده دالة في لوك اب، دالة بحثية من الدوال بتاعة البحث. هنشوف مثال تاني عنها إن شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.